السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طارق شوقي: تأجيل الامتحانات الثانوية العامة له عواقب وخيمة واستبدالها بالتقييم كلام فاضي. طب ماشي، الدكتور طارق قال الكلام ده النهاردة؟ أيوة، قالك في مطالبات من جانب البعض بإلغاء الامتحانات الثانوية العامة أو تأجيلها، قائلا: هناك مطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة وهذا سيكون له عواقب وخيمة، أما الحديث عن استبدال الامتحانات باختبارات قدرات فهذا كلام هزلي وكلام فاضي، مشير إلى أن البعض متخوف من إجراء الامتحانات في اللجان قائلا: هناك عام دراسي سيبدأ في سبتمبر القادم والناس دي طول النهار في المول والمترو والميكروباص، احنا هنوفر للطلاب تأمين مش موجود في البيت، المهم يحضر الامتحان وما يحضرش الاهالي مع الطلاب وما يتكدسوش امام اللجان. وكشف الدكتور طارق خلال اجتماعه للجنه النهارده في الموازنه والخطه العامه النهارده عن الاجراءات الاحترازيه المتعلقه بالوقايه من فيروس كورونا المستجد والتي تتخذ الدوله كل الاجراءات عشان تقدر تحمي امتحانات شهاده الثانويه العامه والدبلومات، لافتا انه سيتم تركيب 5000 بوابه تعقيم، مصاريف بالهبل، خد اديله ايه كمان على الجل الامتحانات، وهيتم تعقيم الفصول واللجان واوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات، كما انه سيتم توزيع 25 مليون كمامه، الله يا فلوسك يا بلد، على المترددين على اللجان من مشرفين وطلاب وموظفين وعمال، وكمان هنوفر اجهزه لتغطيه الاحذيه قبل دخول اللجان وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات اسعاف للتعامل مع اي حالات اشتباه. وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم عن تكلفة إجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية في اللجان، لافتا أن عدد الطلاب اللي هيأدوا الامتحان يبلغ 1.25 مليون أو تقريبا 1.4 مليون تقريبا. طيب سيؤدي الامتحانات على مدار 20 يوم، لافتا أن تكلفة التعقيم والإجراءات الوقائية والاحترازية خلال تلك الفترة هتبلغ كام يا جماعة؟ احسب كده وامسك نفسك 950 مليون جنيه. إهدار ملعمه. وقال دكتور شوقي: الحاجة الوحيدة اللي عايزة لجنة على الأرض هي شهادة الثانوية العامة وشهادات الدبلومات، لافتا أن الوزارة طالبت بمخصصات مالية في مشروع الموازنة الجديد للسنة المالية نحو كام؟ 132 مليار جنيه، وزارة المالية وافقت على تخصيص 109 مليار، قائلا الموازنة عليها ضغط شديد خصوصا أن احنا دخلنا على هم شديد بسبب فيروس كورونا. طب ما احنا ممكن نوفر كل الكلام ده يا جماعة، نوفر كل الكلام ده ونأجل الثانوية العامة شوية، ده وجهة نظر. انا ما بقولش انا بقول وجهة نظر، خلاص ده وجهة نظر بنقولها، اللي عاوز ياخد بها ياخد، يعني بنقول، لكن تكاليف بالطريقة دي كتيرة جدا، تكاليف علشان امتحانات السنة العامة هتعدي ميزانية الدولة، يعني هتكون تكلفة عالية جدا. يا ترى اللي جاي ايه؟ يا ترى الايام اللي جاية دي هتشهد ايه؟ هنشوف. يا ترى في تأجيل ممكن؟ يعني ممكن نسمع عن تأجيل السنة العامة ام هيحدث جديد في الايام القادمه؟ انتظرونا على قناتكم قناه اجيال دوزه، معودناكم في كل جديد واكيد من داخل مصادرنا الرسميه ان شاء الله هيبقى فيه كلام تاني قريبا مش بعيد. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال الاندلس، انشر الخبر ده حتى تعم الفائده، وخلي بالكم المصاريف كتير كتير جدا، يعني التكاليف هتعدي يا ترى 950 مليون جنيه بس ولا هيزيدوا؟ ربنا يستر. في أمان الله.